السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة النهاردة. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم قوي، هو listening. listening يعني الإنصات أو الاستماع وليس السمع. فرق كبير جدا بين الإنصات وبين السمع. الحقيقة العلماء دايما بيقولوا إن listening من أهم المهارات اللي لازم الإنسان يمتلكها ويتعلمها. listening ده بيقولوا عليه كمان the most basic and powerful way to connect to another person is to listen. انك تسمع للشخص اللي قدامك دي بداية العلاقة الإيجابية بينك وبين الشخص اللي قدامك. عايز تبدأ علاقة طيبة او علاقة إيجابية بينك وبين عيانك يبقى لازم تسمع له كويس قوي. طيب هو الاستماع ده عبارة عن ايه؟ الحقيقة احد الكتب المهمة جدا اللي بتكلم على الاستماع بتقول just listen، وبتقول انه ربما تكون اهم الحاجات او الاشياء اللي تديها لعيانك او لغيرك هي الاتنشن، اي الاهتمام. ده الكتاب اللي مكتوب فيه الجزء المهم ده عن الليسنينج. listening الحقيقة هو active process غير خالص الهيرنج. hearing it's a passive process، الكلام بيدخل الأذن ويعدي منها، لكن listening الكلام بيفوت على البرين ويبدأ يترجم ويبدأ يتحول من مجرد كلمات داخلة إلى روابط ومعاني أنا بفسرها بعد كده. listening الحقيقة عايز مجهود، وعشان كده بيقولوا على listening في conscious effort to understand words and way they are said. وانت بتسمع لغيرك عايز تهتم بحاجتين، ال verbal وال non verbal skills أو cues. أنا وأنا بسمع الشخص اللي قدامي بشوف هو بيقول إيه، إيه الكلمات اللي بتخرج منه بينطقها أو بيكتبها، وفي نفس ذات الوقت ببص هو النون فيربال كيوز، هل وشه عامل إزاي، البودي لانجوج بتقول إيه، وبربط بين الاتنين. الحقيقة الـ requirements of effective listening 6 حاجات، يعني لما نعرضهم على حضراتكم هنلاقيهم كلهم مهمين جدا، وهم بيساعدوا حضرتك على انك تسمع استماع جيد وتنصت انصات منجز ومثمر للعيان بتاعك. ايه هم 6 حاجات دول؟ facilitation, clarification, reflection, helping the patient to be relevant, silence, and lastly summarization او summarizing. okay. مهم جدا في كل مره وفي كل حاجه نتكلم عليها بعد كده ان احنا نبقى قادرين نعرف انه انا ممكن استخدم الفيربال والنون فيربال سكيلز علشان اوصل لافكتيف ليسننج اللي انا عايزه واتمناه. اول نقطه او اول حاجه في الافكتيف ليسننج حاجه اسمها فاسيليتيشن. تو فاسيليتيت يعني تيسر على اللي قدامك ان هو يتكلم، تيسر عليه ان هو يطمئن ويثق في حضرتك، ودي حاجة مهمة جدا وبنبدأها من الأول في بالآي كونتاكت زي ما اتفقنا، بالبودي بوستشر، بالتون اوف ذا فويس، كل ده مهم جدا. لكن تعالوا نشوف حاجات محددة بقى للإفكتيف ليسننج. لما تتحقق الأشياء دي كلها يبدأ العيان يتكلم بنوع من الثقة والطمأنينة والأريحية. وده بعمله أنا إزاي كطبيب؟ ممكن أعمل الفاسيليتيشن فيربلي، يعني أشجعه بالكلمات، أقول له أيوة أنا سمعك، اتفضل كمل كلامك، ها احكي لي إيه اللي حصل، الألم ده حصل إزاي. ده بسميه فيربل. ها دي اسمها كيوز. اوكي طيب نون فيربل أو عن فيربل برضو، يعني قول العيان أيوة أنا فاهم إن حضرتك بتقوله بس عايز أفهم أكتر فكمل في الكلام ده. لما باجي اتكلم مع العيان وعايز اركز اكتر على كوميونيكيشن كويس وليسننج كويس، ببدا التزم بالقواعد الاربعه اللي موجودين عندنا دلوقتي. ده بسميها رولز. رولز ده اختصار ل5 خطوات اعملها علشان اعمل نون فيربال كوميونيكيشن كويس، احصل بيه على جود ليسننج. اول حاجة حضرتك لازم تكون ريلاكسد، ما تبقاش عصبي او متوتر او باين عليك التنشن. الحاجة التانية يو لازم تبقى
be open and flexible. من فضلك لما العيان يقول حاجة ما يبانش على وشك الامتعاض أو يعني الاحتقار، لأن ده شيء جدا العيان، حتى لو كانت حاجة بتضر العيان أو بتضر صحته. استوعب الكلمات وخلي دايما وشك ريلاكسد عشان تعرف ترد عليه. ساعات لينينج فورورد، وانا بسمع العيان كده لينينج فورورد، دي معناها البودي بوستشر بتاعتي بتقول العيان انا كلي اذان مصغيه. الاي كونتاكت، يعني لو انت طول الوقت بتكتب في حاجه والحاجه دي والعيان مش عارفها، او بترد على تليفوناتك، او بتحرك الماوس بتاع الكمبيوتر ومش عارف انت بتعمل ايه، بيبقى متضايق وحاسس انك انت مش معاه. فحافظ دايما على الاي كونتاكت بالطريقه اللي اتفقنا عليها، مش كونتينوس، مش طول الوقت انا ببص له، لكن ببص له متقطع بحيث ان انا اقرا وشه واقرا مشاعره واعرف هو بيفكر فيه. اخر حاجه في النون فيربال افكتيف ليسننج سكيلز، لازم توري العيان انك انت بتسمع له. دي بنعملها بالكيوز اللي انا بقول لحضرتك عليها، هيد نودنج، بتهز راسك يعني او الكيوز اللي دي معناها ان انا بقول له من غير ما اقول كلمه، ايوه انا سامعك كمل. دي كان اسمها فاسيليتيشن، يسر له، سهل له انه يتكلم. الحاجه الثانيه كلاريفيكيشن، انا بسهل له انه يتكلم بس عايزه اتاكد ان الكلام اللي هو بيقوله ده مظبوط او ان انا فهمته مظبوط. ولذلك ببدا اسال العيان نوع الاسئله اللي اتفقنا عليه قبل كده، سميناها ساعات بروبنج وسمينا في نوع كلاريفيكيشن كويستشنز، دي بتاكد ان انا فهمت عياني صح. ففي الحاله دي I'm asking the patient to clarify something he has said، هو قال حاجه انا سمعتها بس عايز اتاكد. زي ايه؟ تعالوا نشوف الامثله دي. ده ميني سيناريو صغير كده. هنا العيان بيقول I have abdominal pain for a long time، عندي ألم في البطن بقاله فترة طويلة. أنا عايز أكلاريفاي إيه هنا؟ عايز أكلاريفاي the time، وبالتالي السؤال الكلاريفاينج كويستشن هيسأله، لا هسأله أيوة زي ما حضرتك توقعته بالظبط، هسأله عن الديوريشن بتاع الألم ده. فبسأله Please tell me exactly when your abdominal pain started، الألم ده بدأ من إمتى؟ او الالم ده بقاله قد ايه معاك. يبقى اذا ده بسميه كلاريفاينج كويستشن، لان العيان بيقول شكوته وفي وسط الشكوى بتاعته حاجه انا عايز استوضح عنها اكتر، فبساله بسؤال مباشر. مثال تاني، عيان بيقول I have severe abdominal pain. في الميني سيناريو ده انا عايز استفسر عن ايه؟ ايوه زي ما حضراتكم بتقولوا فعلا على الابدومينال بين، عايز اساله الديسكريبشن بتاع الابدومينال بين ده. Can you describe the pain in more details؟ واقوم ساله بقى الاسئله بتاعه البين السته اللي كلنا كاطباء حافظينهم، الالم ده بدا ازاي وايه اللي بيجيبه وايه اللي بيخليه يروح بيخففه، بيسمع فين، لو في حاجه تانية من الحاجات اللي هي كاركترستيك للبين ده، هل ظهر حاجه كاركترستيك مع البين دي ولا لا. وبالتالي انا عملت كلاريفيكيشن للسيمتوم اللي هو قالهولي. في الميني سيناريو الثالث بنقول، بيقول العيان I always feel dizzy، انا دايما حاسس ان انا مدروخ. عايز اعرف ايه من الميني سيناريو ده، عايز اتاكد اكلاريفاي ايه. اكيد زي ما حضراتكم بتقولوا بتكلم، عايز اعرف اكتر what do you mean by dizziness. ليه؟ لان العيان لما يقول لي انا مدروخ، انا كطبيب عارف ان الدروخه دي ممكن تكون لها اكتر من سبب واكتر من تفسير. قد يكون الديزنس ده معناه ان هو عينيه بتزغلل، او بوسترال هايبوتنشن، او جايز فيرتايجو، حاجات كتيره جدا. فاذا انا محتاج ان انا اعرف منه يعني ايه الديزنس ده، يعني بيجي لك دوخه امتى وازاي، ايه اللي بيزودها، ايه اللي بيقللها، الصبح ولا بالليل، بيصاحبها حاجات تانية زي تينتس في الودان. فانت في هذه اللحظة لازم تبقى عارف يعني يقصد بايه بديزنس، وإلا حضرتك هتتجه اتجاه مختلف خالص قد يكون خطأ في التشخيص. اذا تاني حاجة عندي clarification of the what the patient said. النوع التالت او المهارة التالتة في الـ effective listening، دول دي بنسميها reflection.
ريفليكشن يعني الانعكاس، انا بعمل حاجه بسيطه جدا بس بتخلي العيان يركز معايا قوي. Reflecting back to the patient what they have just said. This may help them to proceed with their story, particularly when they may be finding it difficult to go on because of their feelings. المهم اقول لكم الكلام ده باختصار بيقول ايه. وانا بتكلم مع العيان بتاعي وبساله سؤال يبدو السؤال الاجابه صعبه عليه شويه لانه مش قادر يركز او الموضوع بالنسبه له مؤلم او بيستدعي احيانا احساس بباد اكسبيرينس او تجربه سيئه، فهو بيبقى مش قادر يعبر كويس. في اللقطه دي في اللحظه دي انا اقدر اساعده ازاي؟ اكرر اللي هو قاله، اكرر اللي هو قاله، وده بشكل بيساعد جدا العيان. ان هو ساعات كمان بعمل بارافريزنج، يعني الريفليكشن او البارافريزنج انا بقول اللي هو قاله بالظبط على هيئه سؤال. يعني حضرتك تقصد انه العيان لو قال لك مثلا انا باكل كتير بس عمال اخس، باكل كتير وعمال اخس، فانت تقول له هل حضرتك تقصد ان وزنك بيقل بالرغم ان حضرتك شهيتك مفتوحه وبتاكل عادي؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ريفليكشن او بارافريزنج، بتقول له اللي هو قاله بطريقه تانية. في اللحظه دي انت بتبروز الفكره او بتبروز العرض او السيمتوم وهو بياكد عليه او يقول لك لا انا ما كنتش اقصد كده، يبقى انت كده سمعت مظبوط وتاكدت مظبوط. دي ثالث حاجه. رابع حاجه من الحاجات المهمه في الافكتيف ليسننج، من فضلك ساعد العيان انه يبقى ريليفنت للموضوع اللي بيتكلم عليه. حضراتكم عارفين ان احيانا العيان بيبقى فلوينت، يعني ايه؟ بيتكلم كتير وبيتكلم في حاجه قليله الاهميه او بعيده عن الشكوى بتاعته. وظيفه حضرتك كطبيب انك انت تساعده انه يركز في الموضوع بتاعه، وده بيساعدك انك انت تستخدم وقتك كويس، يعني توفر وقتك بدل ما كلام ملوش لازمه يتقال. الحاجه الثانيه بيخلي العيان نفسه يجيب المعلومات الاساسيه المهمه، ما تبقاش دايليوتد بالرغي او الكلام اللي ملوش علاقه. عشان تعمل كده وتعمل helping patient to be relevant، حضرتك هتبقى مطالب بانك توقف العيان في بعض الاحيان عند نقطه معينه وبعدين ترجع تساله علشان تو ريدايركت ذا انترفيو. حضرتك لما بتوقفه بتوقفه بطريقه شيك جدا، بطريقه بروفيشنال، فبيبانش انك انت اجريسيف او انك عايز يبطل كلام. ودي قصه اسمها ديس ارمنج، والديس ارمنج دي ليها ثلاث مستويات. انا بقول له ايوه انا فاهم حضرتك بتقول ايه بس انا عايز اعرف كذا، او تقول له ايوه انا مع حضرتك ان الكلام ده صح بس انا عايز اعرف انت وصلت لايه، او تقول له ان الكلام ده صح وانا معاك فيه تماما. دي ثلاث مستويات من الديس ارمنج. الفكره ان انا ما بوقفش العيان بشكل اجريسيف ولا بقول له خلاص يعني ما تتكلمش في ده، قول لي على حاجه تانية او رد على سؤال تاني. لا، تعالوا نشوف بعض الامثله. الميني سيناريو ده بيقول لك انه الدكتور بيسال طبعا حضرتك شايفين الايه الكوميونيكيشن نون فيربال كيوز هنا واضحه جدا، البوستشر بتاعه الدكتور والبوستشر بتاعه العيان، السيتنج نفسه قاعدين ات رايت انجلز، ودي احسن طريقه دلوقتي للسيتنج بتاعه الكوميونيكيشن، ما تبقاش العيان مقابل الدكتور، ما فيش فيه كونفرونتيشن. الدكتور لابس طبعا بالطو بتاعه، حاطط السماعه، ليننج كده فورورد، حاطط يعني عاطي احساس بان هو بيسمع العيان بتاعه. هنا العيان بيتكلم زياده شويه فالدكتور بيستوقفه، بيقول له لا من فضلك كلمني اكتر على الديزنس او المشكله دي حصلت ازاي. تمام، فانت بالاول بيقول له انا عارف ان الكلام انت بتقوله مهم لكن كلمني اكتر عن شكوتك. حضرتك هنا زي ما انتم شايفين العيان هنا بيد ريدن، او يعني قاعد يعني في سرير، وهنا واضح ان هو عنده مشكله في القلب، حتى الليفت هاند بتاعته محطوطه على الشيست، والدكتور هنا قاعد جنبه بيبدا ياخد منه الشكوى. ف العيان بدا يتكلم في حاجات عموميه لكن الدكتور يرجع تاني يخليه يبقى ريليفنت، فبيقول له it would help me to know more about these circumstances that bring on your chest pain. يعني ايوه الكلام اللي انت بتقوله مهم ايوه، لكن كلمني اكتر عن ايه بالظبط اللي خلى الالم في الصدر ده يجيلك.
تمام، حتى كان بيتكلم عن اسرته، كان بيتكلم عن شغله، كان بيتكلم عن اي حاجه، انا بعمل له نوع من ال disarming وارجعه تاني انه يتكلم في الموضوع او في الشكوى اللي انا عايز اعرف عنها اكتر. الميني سيناريوز دول صغيرين لكن بيبينوا لا ان انا اقدر اوقفه بشكل بروفيشنال شيك جدا، ما يبقاش فيه اي نوع من الاجريشن. المهاره الخامسه في الافكتيف ليسننج دي بنسميها سايلنس، الصمت. الصمت الحقيقه من الحاجات او المهارات اللي انت كطبيب لازم تستعملها. في بعض الاحيان حضرتك بتبقى بتسال والعيان بيتكلم وبعدين يسكت، فانت لازم تقرا الصمت بتاعه، وممكن بعد ما يسكت شويه تبص تلاقيه بدا يا اما يعني يظهر عليه علامات ضيق او غضب او احيانا قلق او احيانا خجل. كل الكلام ده انت لازم تلاحظه، هتلاحظه فين؟ في الفيشل اكسبريشنز بتاعته وفي نبره صوته، وده هيخليك تشوف انه جايز الاسئله اللي انت سالتها له كانت مستفزه، او الوضع اللي انت او بتفكره بحاجه مؤلمه، فمن فضلك ايه تسال في حاجه تانية او تو بروسيد تو انذر كويستشن. لما حضرتك بتسكت شويه، ما بتسال سؤال وبتسكت شويه، ده بيدي العيان فرصه ان هو يجمع افكاره ويبدا ايه يتكلم كويس، وبيدي لك فرصه كمان انك انت بتلاحظ العيان كويس وتبص على الفيشل اكسبريشنز، ايه المشكله اللي عنده، صوته فيه ايه، هل في حاجه انت قاريها من الكلام ده ولا لا. اشكركم وان شاء الله المره الجايه اقابلكم على خير.